شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان. غرناطة، وما أدراك ما غرناطة؟ هذا المعلم التاريخي الضخم في بلاد الأندلس بقصورها الفخمة وحصونها الشامخة وحدائقها الغناء. غرناطة في الأصل حصن شيده الملك الأمازيغي باديس ابن حبوس، وشيده ليكون حصنا يحمي هذه المدينة أثناء القتال، وذلك بعد سقوط دويلات الأندلس. ثم جاء إليه محمد ابن يوسف ابن نصر، ومحمد ابن يوسف ينتهي نسبه إلى سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله تعالى عنه. حاول محمد بن يوسف بن نصر أن يجمع أشتات المسلمين الفارين من الدويلات التي سقطت في أيدي الإفرنج وتجمعوا عنده، حاول أن يواجه ملك قشتالة ولكنه لم يستطع، فاضطر إلى أن يعقد معاهدة مع ملك قشتالة فرناندو الثالث. ثم تأرجحت أحوال هؤلاء القوم بني الأحمر في غرناطة ما بين القوة والضعف. القوة يحاولون أن يتحركوا قليلا ليحافظوا على شيء من مكانتهم أمام الإفرنج، ثم يفاجؤون بأنهم أضعف من ذلك، بالرغم من أنه قد اجتمع في غرناطة من المسلمين من أنحاء الأندلس من كان جديرا بأن يكون له دور. لكن المشكلة التي حصلت في غرناطة في تلك الفترة أن الخلافات قد دبت بين أفراد أسرة بني الأحمر، وبدأوا يتنافسون على المال وعلى السلطة وعلى الجاه. والخلافات إذا دبت بين الأسرة التي تملك في أي زمان أو مكان تصبح مسمارا في نعوش حكام تلك الأسرة. إذا ظلت الخلافات تشتعل بينهم، إلى جانب شيء آخر هو الذي يفت في عضد الأمم والممالك، ألا وهو اللهو والمجون والترف. من الأشياء المعروفة في غرناطة أن ملوك بني الأحمر لما تأخر سقوطهم بسبب أولا تجمع المسلمين عندهم من جانب، وبسبب محاولتهم أن يواجهوا الإفرنج من جانب آخر، ثم بسبب المعاهدة التي كانت مليئة بالذل بينهم وبين ملك قشتالة، عندما استقرت بهم الأحوال جنحوا إلى الترف والبذخ المبالغ فيه، فشيدوا قصورا ما تزال علامات بارزة في فنون المعمار إلى الآن، وبذلوا فيها من الأموال ما ذكره المؤرخون شيء مهول من الميزانيات الضخمة التي كانوا يصرفونها على تلك القصور. وقد زرت قصور الحمراء في غرناطة ورأيت كيف نقشت على الجدران عبارات عجيبة، آيات قرآنية كاملة وقصائد بكاملها، وخاصة للشاعر ابن زمرك الذي كان يمدح بعض ملوك بني الأحمر، وأيضا عبارة لا غالب إلا الله كانت منقوشة على تقريبا جميع الجدران في قصور الحمراء في غرناطة. الزخرفة التي استخدمت في هذه القصور عجيبة، ولهذا حتى الآن ما يزال المعنيون بجانب البناء وفنون البناء والزخرفة يعجبون من هذا الفن البديع الذي مرت عليه هذه السنوات الطوال قرون متعددة وما يزال محتفظا بجماله ومتانته. أيضا الجانب الهندسي، فمثلا نافورات الماء الرائعة المنتشرة في قصور الحمراء، وأيضا نافورة الأسود التي كانت الماء يخرج فيها من فم كل أسد في وقت محدد وينتقل إلى الأسد الآخر، وحاول بعد ذلك الإفرنج أن يرمم هذه النافورة ففسد النظام الذي كانت عليه ولم يستطع أحد أن يصلحه إلى الآن. أيضا الجص الملون بألوان عجيبة وجودة على درجة عالية، أيضا المياه التي كانت تجري حقيقة، الأشجار وزهور
وحدائق عجيبة، وخاصة حدائق العريف، والمياه تجري من أين تجري؟ تجري من جبل اسمه شلير. هذا الجبل قريب من غرناطة، يمكن يبعد عنها حوالي 40 كيلومتر. دائما هذا الجبل معمم بالثلوج طول السنة، وقد زرت ذلك الجبل. المياه تنحدر منه إلى قصور الحمراء في غرناطة، فتحول هذه القصور وتحول حدائق غرناطة إلى شيء عجيب. هنالك مجموعة من الأفنية سميت بأسماء مختلفة، مثلا هنالك بهو السفراء، وهذا كان يستقبل فيه ملك بني الأحمر السفراء الذين يأتون، بهو خاص بالسفراء. هنالك فناء الريحان الكبير، وهذا فناء للحفلات التي تكون يعني حفلات أنس كما يسمونها، وتكون يعني حفلات راقصة، وسموه فناء الريحان الكبير لأن يستضاف فيه كبار الضيوف وكبار الشخصيات. هنالك فناء السرو، وأيضا هذا من الأفنية الخاصة التي تقوم فيها بعض اللقاءات الخاصة في قصور الحمراء. هنالك ما يسمى بقاعة الأختين، والأختان ليست الامرأتين، وإنما المقصود بهما رخامتان فريدتان من نوعهما موجودتان في هذا المكان، فسمي المكان باسمهما. أيضا بهو الأسود، قاعة الملوك، وهذه القاعة يستقبل فيها ملوك بني الأحمر الملوك الذين يزورون غرناطة. هنالك في هذه الفترة التي غرقت فيها غرناطة في الترف، كان في تم زواج بين فرديناند ملك ليون وأراغون، وبين إيزابيلا ملكة قشتالة، وكان الهدف من هذا الزواج أن تتحد القوتان لمهاجمة غرناطة. وفعلا هاجموا غرناطة وطلبوا من أبي عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة أن يخرج منها صاغرا، وذلك في 21 من محرم من عام 97 و800 للهجرة. وخرج أبو عبد الله بعد أن سلم المفاتيح إلى الملك فرديناند وإيزابيلا، وذهب إلى تل يسمى إلى الآن تل أبي عبد الله الصغير، وبكى بكاء مرا حينما رأى القصر الذي انتهى وسلمه إلى الإفرنج. فقالت أمه وكانت تنصحه دائما، وتسمى عائشة وكانت تلقب بالحرة لأنها امرأة حرة، كانت أمه عائشة الحرة تقول له لما رأته يبكي: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. هذه هي قلاع الحمراء، وهذه هي حصول الحمراء، هذه قلعة، وتلك حصون شامخات بديعة في البناء، كل حصن يتيه حتى كأن نتراءى كواكب الجوزاء. وهناك القاعات، قاعة ملك ذات حسن، وقاعة السفراء كلها تحتمي ببرج دمشق، وهو كالطود شامخا في ارتقاء. ها هنا للنقوش ألف حديث عن فنون بديعة، وثراء كل نقش منها يتيه جمالا معربا عن مظاهر الخيلاء. هذه بركة الأسود، وهذا مسرح الراقصات دون حياء، وهنا مجلس الأمير تراخى بين غلمانه وبين الإماء. كان وجه الصغير وجها صغيرا فيه معنى الهزيمة النكراء، منذ أعطى الإفرنج عهد خضوع أصبحوا يرمقونه بازدراء. رحم الله أمه كم تعالى صوتها الحر منذرا بالفناء، حينما أبصرته يبكي أشاحت ثم قالت مقالة الحكماء: أنت ضيعت بالعمالة ملكا شامخا فابكه بكاء النساء، حينما تصبح الولاية لهوا ترتمي في العواصف الهوجاء. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. هي الأمور كما شاهدتها.